الراجل والست بيكملوا بعض كل واحد فيهم ليه دور وليه رسالة محدش فيهم أهم من التاني وإحنا في برنامج ضد الرجالة عفوا أشباه الرجال بنعرض معاناة الست مع أشباه الرجال في المجتمع تابعونا على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي احنا النهارده معانا مشكله اسريه او الحلقه النهارده عموما هتبقى عن مشاكل الاسره والمشاكل اللي تخص الاسره اتبعتت لي مشكله من من حد من المتابعين كان بيشرح لي ان هو هو وزوجته انفصلوا وهي رفعت قضيه في المحكمه ان هي عايزه تنفصل عنه او عايزه تتطلق وطلقوا بالفعل واداها كل حقوقها وبعدين بقى قانون الرؤيه هو طبعا عنده بنت منها وبيحاول يشوف البنت دي فطبعا رفع قضية عشان يشوف البنت اتحكم له ان هو يشوف البنت مرة في الاسبوع بيسافر من القاهرة لاسكندرية كل اسبوع عشان يحاول ان هو يشوف البنت وهي بتمتنع ان هي تخليه يشوف البنت في المرة دي وطبعا هو طبعا معاناة السفر هي في محافظة وهو في محافظة فهي بتمتنع عنده ده وما فيش رد فعلا من المحكمة على ده هو هنا بيعترض على قانون الاستضافة وقانون الرؤية بالنسبه للاب وبيقول ان طبعا في كل الدول اللي بره مصر مش بتحرم او مش بترفض قانون الاستضافه او الجزء بتاع الرؤيه لكن هو مشكلته ان في مصر القانون بيحدد يوم في الاسبوع وممنوع الاستضافه بالنسبه للاب ده شرعا كمان مش كمان مش قانونا فهو بيعاني من النقطه دي وبيقول ايه احنا ليه ده وان الاب مظلوم وان الاب بيعاني وإنتوا بتعرضوا مشاكل السيدات بس او مشاكل الستات في محاكم الاسره فاحنا معانا النهارده المستشار عمر عبد العزيز محامي بالنقد والاداره والدستوريه العليا هيقول لنا رايه في قانون الرؤيه ورايه في المشكله بتاعتنا اهلا بيك يا أهل سياده المستشار اهلا وسهلا شرفتنا النهارده ضد الرجاله وطبعا حضرتك الاول اتخضيت من اسم البروجرام بس لما انا شرحت لك الفكره كان الموضوع بالنسبه لك اوكي تمام للاسف احنا النهارده مشكلتنا مشكله راجل وبنتكلم عن الجزء الاول في الحلقه عن قانون الرؤيه فايه هو قانون الرؤيه بالنسبه للاب وهل هو الاب بس ولا بيبقى فيه فعلا قضايا تخص الام كمان هو مبدئيا بس القوانين كلها بتاعت قانون الاحوال الشخصيه مم. معموله عشان خاطر الطفل تمام والـ والـ والمصلحه الاولى بالرعايه هي مصلحه الطفل مش مصلحه الاب ولا الام في المقام الاول في المقام الاول القوانين شرعت قانون قانون الرؤيه وكل القوانين اللي خاصه بالطفل لمصلحه الطفل نفسه عشان الطفل ما يضيعش تمام فاحنا عندنا سن في القانون اسمه سن حضانه النساء فالسن دوت المفروض ان الطفل او الطفله بتفضل في حضانه سيده الى ان تتم سن 15 سنه او الولد يفضل في حضانه سيده لغايه ما يتم كان في القانون القديم سبع سنين بالنسبه للولد وغيروها في القانون الجديد خلوها 15 سنة. 15 سنه 15 سنه حتى لو الام مت... اتزو... اتجوزت او لو أول الام عبدجل. اتزوجت ممكن مامتها هي اللي تطالب بضم الحضانه او مامه الزوج او اختها في ترتيب لل... للحضانه, للحضانة. الترتيب دوت الاول الام بعد كده ام الام بعد كده ام الاب بعد كده اخت الام بعد كده اخت الاب المهم ان الفتره دي كلها فتره ال عشر سنه اسمها سن حضانه النساء يكون الطفل في حضن, يكون في حضن سيدة. سيده لان طبعا الطفل وهو صغير بابا مش هيعرف يرعاه فبتبقى الحضانه للسيدات عشان الحنان وعشان التربية وعشان العناية وعشان الستات دايما بتاخد بالها من التفاصيل وبتاخد بالها من تفاصيل تمام. الأطفال وهي المسؤولة دايما عمود التربية في المرحلة دي تمام فمبدئيا بس احنا احنا بنقول ان القوانين دي, دي شرعت لمصلحة الطفل وليست لمصلحة الأب أو لمصلحة الأم تمام بس هم بيقضوها بقى سرعت. كل واحد بيبص لمصلحته هي دي المشكله ان الخلافات دايما بين الاب والام بتوصل للطفل نفسه فاحنا برضو عايزين نقول للأبوات ان حتى لو انت في خلاف مع زوجك مع مراتك فدي الطفل ملوش علاقه وبعدين حتى لو طلقت مراتك فانت ما طلقتش اولادك. اكيد. فال لمشاكل الرؤيه ان المحكمه فعلا بتحكم بان الرؤيه الاب يشوف الطفل مره او ساعتين او ثلاث ساعات كل اسبوع في مكان عام سواء نادي او مركز شباب. ليه مكان عام؟ آه عشان خاطر ما تحصلش بينهم خلافات وعشان يتثبت. ان الطفل جه او الزوجه جت في الميعاد دوت مثلا ميعاد من الساعه 12 للساعه 3 المحكمه اللي حددته فلازم يبقى في دفتر يثبت فيه ان الزوجه جت في الميعاد دوت او ما جتش الزوج جه في الميعاد ولا ما جاش ما بعض الاحيان الزوجه برضو بتاخد الاطفال توديهم مكان الرؤيه والاب ما يجيش اه فتبقى ساعتها الخطا مش عليها هي الخطأ كده مش أوه. عليها فبتثبت في الدفتر ان هي حضرت في الميعاد وهكذا م. هو الاب برضو نفس القصه بيثبت في الدفتر ان هو حضر في الميعاد لان في عقوبات على اللي ما ينفذش الرؤيه ما هو, هو هنا احنا عندنا دلوقتي في مشكلتنا دلوقتي ان هو بيقول ان هو بيروح من محافظه لمحافظه وبعد ما بيوصل هناك هي بترفض ان هي او بتمتنع ان هي تنفذ هي لو الوقت بتاع الرؤيه هي لو امتنعت ثلاث مرات قانونا لو امتنعت ثلاث مرات عن تنفيذ حكم الرؤيه يجوز ان هو بطلب للنيابه ان هو يسحب منها حضانه الصغير او ياخد تعويض منها والمحاكم حكمت بمبالغ تعويض للازواج لعدم تنفيذ الزوجات حكم الرؤيه وفي احكام صدرت بالتعويض ب 30000 وب 40000 وفي احكام صدرت بمبالغ اكتر من كده لعدم تنفيذ حكم الرؤيه ضد الزوجه اللي بتمتنع انها تودي الطفل في الميعاد المحدد للرؤيه يعني زي ما فهمنا من حضرتك ان قانون الرؤيه بيخدم مصلحه الطفل لحد 15 سنه 15 لان سنة. اعتقد ان القانون كمان بيقول بعد 15 سنه من حق الطفل ان هو يختار يعيش تمام. مع مين تمام. لانه ساعتها بيكون نضج بيكون نضج ومن حقه ان هو يختار مظبوط تكون هويته اتحددت فيقدر تمام. يختار عايز اعيش مع الام إن او أم. مع امي او ان انا هروح اعيش مع بابا طب يا ست المستشار برضو مش شايف ان في ظلم شويه ان يعني الاب يشوف ابنه ساعتين بس في الاسبوع برضو انا شايفاهم يعني وقت قليل قوي هو هو انا معاكي ان هو فعلا ظلم بس هي بتبقى توافق مصالح للطرفين هم اصلا في خلاف مم. يعني هم الطرفين اصلا في مرحله خلاف ده معظم اصلا الايام بتاعت اللي بيروح فيها بتحصل فيها خلافات وقت وقت, وقت رؤية. الرؤيه يعني وقت الرؤيه بتحصل خلافات وفي محاضر بتتعمل بالكلام ده في أصل. الاسلام اصلا لا مواضيع كبيرة بقى فهم في مرحلة خلاف فعشان خاطر إن أنا أروح أقول كل يوم إن هي تروح توديه مركز شباب أو توديه نادي أولا ده هتبقى تكلفة عليها وهيبقى إرهاق على الأم وفي مم. نفس الوقت إن الموضوع فعلا بيزيد الخلافات مش بيقلل الخلافات مم. طيب آه بالنسبة لقانون الرؤية هل في أي تفاصيل تانية آه غير اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي بالنسبة للجزء بتاع الرؤية هي المحاكم بتحكم بالرؤية للأب بعد رفع دعوه ان انا برفع دعوه للرؤيه ان انا عايز اشوف الطفل تمام فبرفع دعوه المحكمه بتحكم لي فعلا برؤيه بيراعوا دايما مصلحه الطفل وبيراعوا دايما المكان القريب للام امم لازم يكون قريب من الام لان الام هي اللي مسؤوله هي يعني عن الحضانه مسؤولة دلوقتي فهي اللي بتتحرك مسؤوله عن سلامه انتقاله من مكان لمكان ومسؤوله عن سلامته ومسؤوله قدام القانون في كل حاجه تخص الطفل فدايما المحكمه بتختار هي وهو بيقترح مكان الزوج بيقترح في عريض الدعوه ان انا عايز مثلا انفذ حكم الرؤيه في المكان الفلاني اللي هو دايما اقرب له هي بتيجي تعترض على الكلام دوت وبتقول لا, لا انا عايزه مكان تاني في اخصائيين اجتماعيين بيبقوا موجودين في الجلسه في اخصائيه نفسيه وفي اخصائيه اجتماعيه من ضمن تشكيل محكمه الاسره فالاخصائيين الاجتماعيين بيحطوا تقرير وبيقولوا ان المكان المناسب مثلا للرؤيه هو المكان الفلاني فدايما بيبقى الاقرب للام الاقرب للام عشان هي المسؤوله عنها عشان مسؤوليتها وعشان انتقالها والكلام ده كله وفي بعض الاحيان كمان ان الزوجات ما بتاخدش نفقه يعني الزوجه دايما في مرحله الخلافات لما برفع دعوه نفقه باخد احكام على الورق ان انا هصدر لي حكم بالنفقه بس تمام. ما بنفذوش اه هنفذه ضد الموظف فهي بس لا هي طب بقى بتصرف لحد ما تجيلها النفقه ما اعرفش انفذ فيها طبعا فبضطر ان انا بستلف او اضطر ان هي بتستلف او انها بتصرف امورها من اهلها او لو هي معاها فلوس خاصه بيها انها بتفضل تنفق على الطفل لغايه ما بتقدر فحتى انتقالها للمكان الرؤيه ده بيبقى على نفقتها هي وعلى مسؤوليتها هي فالموضوع برده في بعض الاحيان بيبقى مرهق بالنسبه للزوجات تمام يا دكتور شكرا لك آه طبعا بشكر المستشار عمر على آه توضيح قانون الرؤية وزي ما فهمنا ان قانون الرؤيه معمول او بيخدم مصلحه الطفل واحنا كمجتمع وكقانون وكشرع وكدين يهمنا مصلحه الطفل اكتر من الاب والام لان الاب والام طول الوقت مش هيعجبهم اي حاجه هتتقال ولا اي حاجه هتتعمل لان في بينهم خلاف كل واحد فيهم هيعترض على التاني ده طبيعي فاحنا هنا وضحنا ان مصلحه الطفل هي في المقام الاول وهي اللي تهمنا كدوله وانا بشكر آه، القانون المصري ان هو بيراعي مصلحة الاطفال في حالة انفصال او الطلاق وزي ما فهمنا آه، ان مصلحة طفلكم اهم بكتير من المشاكل اللي بينكم لو نقدر نحل مشكلة الرؤية بالتوافق بين الاب والام والتفاهم او يتدخل حد من الاهالي اكيد هيبقى افضل بكتير قوي للطفل من انه يدخل في صراعات ومحاكم عشان يشوف ابوه او يشوف امه هنطلع دلوقتي فوصل وهنرجع معاكم مع الجزء الثاني في حلقتنا.